اسمي يوسف مسعودي، في عمري 10 سنين، ونقرا بيانو. اول يوم كي درت البيانو كان هايل، عجبني الحال، تعرفت على بزاف حوايج ومن بعد تعلمت. العازف لاني حاب نولي كيما هو بيتهوفن. عزف مدهش يسلب السمع والبصر. يوسف يتفاعل بكل جسمه مع اللحن. بدأ عشق يوسف للبيانو منذ نعومة أظافره، وأتقن العزف في مدة قصيرة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم ستار كيدز، البرنامج اللي تعودتوا تشوفوا فيه العديد من المواهب والنجوم الصغار. موهبتنا لنهار اليوم هو الطفل يوسف، طفل موهبة ما شاء الله في العزف على البيانو. هيا معنا نتعرفوا على يوسف، شخصيته، موهبته، وأكيد طموحاته وأحلامه. هيا معنا. شكون هو يوسف؟ اسمي يوسف مسعودي، في عمري 10 سنين، ونقرا بيانو. يوسف، علاش قررت اختيار العزف على آلة البيانو؟ على خاطرش كي كنت صغير، كي كنت في لاكراش، كنا نلعبوا بواحد البيانو، من بعد عجبني ومن بعد دخلني بابا لهنا. شكون هو العازف اللي راهو حب يوسف يكون كيما هو؟ العازف لاني حاب نولي كيما هو بيتهوفن. وش هي معزوفة بيتهوفن المفضلة عندك يوسف؟ معزوفة اللي نحبها هي فور إليز، ولا بالفرنسي لتر إليز، اللي دارها بيتهوفن. لو كان يخيروك بين الدراسة والبيانو، واش تختار؟ لو كان خيروني بين الدراسة والبيانو، نديرهم في زوج. يوسف، انت ناجح في الدراسة كيما البيانو؟ كيما نجح في البيانو، نجح في الدراسة. واش كانت رد فعل أهلك كي قلت لهم راك حاب تولي عازف بيانو؟ مع الأول كي كنت صغير كفي عمري 6 سنين، قلت لبابا عجبني بزاف البيانو، كي شفتو الأول خطر عجبني، ومن بعد قلت لبابا هبلتو باش يدخلني لهنايا، حتى ومن بعد دوكاني ندير. يوسف، وليت مشهور بين الناس؟ ولو يعرفوني بزاف الناس، وان بليس تعرفوا عليا بزاف هيبة. كيفاش كانت بداياتك مع آلة البيانو؟ اول يوم كي درت البيانو كان هايل، عجبني الحال، تعرفت على بزاف حوايج ومن بعد تعلمت. وش هو الهدف تاعك في المستقبل؟ راني حايب نكمل بيانو ان شاء الله، نولي بالك انجينير في العزف، ولا فساك راني حايب نولي نجم في البيانو. الاطفال اللي راهم حابين يكونوا كيما انت يوسف، واش تقول لهم؟ ننصح الاطفال اللي راهم يشوفوا فيا، اذا حبوا يديروا بيانو ما يتراجعوش من هذاك الراي ويديروا. الموسيقى تعتبر لغة البشر حتى قبل الكلام، فما بالك بتعلم العزف على آلة موسيقية منذ الصغر؟ و
وبما أن التعلم في الصغر مثل النقش على الحجر، فإن تعليم العزف للأطفال يكسبهم مهارات ويساعدهم على تفجير طاقتهم. فبالنسبة للأطفال يعتبر ممارسة العزف على البيانو طريقة رائعة للتعلم وتطوير الذات والمهارات. فعند العزف على البيانو يزداد الصبر والتركيز والانضباط، ويساعد الطفل في حياته اليومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعلم العزف على البيانو يساعد في التنسيق بين العين واليد، مما يدفع على تحسين تنسيق الحركة، وهذا الشيء اللي شفناه عند يوسف واللي اكتسبه بعد ممارسة العزف على البيانو. عزف يوسف البارع على البيانو ومهاراته العالية خلت حتى أستاذه ينبهر بالمهارات والقدرات اللي عنده. ولا يوسف بدأ معايا صافي 2 ans دونك باقي التلاميذ علمته لا بوزيسيون لا مان دروات ابخي لا مان غوش ومن بعد علمته يقرا على لا بارتيسيون. فوالا الحاجه اللي لاحظتها في يوسف سي كو يفهم بالخف معناتها راسو خفيف وزيد عنده موهبه. يعني يوسف يوميا يعزف حتى لساعة ساعتين على آلة البيانو، يعني ماشي كباقي التلاميذ اللي نلقاو معاهم مشكل نمدو لهم خدمة زعما في لاسومان وما يديروهاش. يوسف لا لا، يوسف يدير ويزيد يلقى دي بارتيسيون واحد اخرين يديرهم، تسمى ابار لو كور يجيب دي ميلودي ويتعلمهم وحدو. عنده مستقبل ان شاء الله، ان شاء الله تجيه الفرصة باش يشارك في لي زوركاست ناسيونو. ان شاء الله تاني يقدر يدير اون باج يوتيوب فوالا يقوم يدير مقطوعات ويولي مشهور ان شاء الله. بس انا نشوف يوسف من 10 سنوات يقدر يشارك في دي زوركستر كبار معروفين فوالا، وين يكون يدير دي سولو وحده يقدر تاني يكون استاذ بيانو. يوسف نقدر نقول له ما لازمش يابوندوني القرايه نتاعو، معناتها قرايتو اولى، ومن بعد في وقت الفراغ فوالا يعزف على البيانو. يعني ما لازمش يسمح في قرايتو على البيانو. ومن بعد نبدا بيوسف عندنا نبدا نقول له بعد لا سويت. حب يوسف للبيانو بدا منذ الصغر، ومساله تطويره قائمه على التوجيه والتعليم ليلامس معايير الاحتراف والنجاح والنجومية. مشاهدينا الكرام، كان هذه هي الموهبة لنهار اليوم، الطفل يوسف اللي تعرفنا عليه على موهبته وعلى طموحاته، أكيد على دعمه العائلي. نتلقاه في عدد جديد ونجم جديد. سلام. اسمي يوسف مسعودي، في عمري 10 سنين ونقرا بيانو.
اول يوم كي درت البيانو كان هايل، عجبني الحال، تعرفت على بزاف حوايج ومن بعد تعلمت. العازف اللي حاب نولي كيما هو بيتهوفن.